بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي استوديو الشباب، ونتناول من خلال هذه الحلقة موضوع المخدرات، الأسباب وطرق العلاج. ويسرنا باسمكم جميعا أن نرحب بضيوف هذه الحلقة، وهم الدكتورة أميرة بنت عبد المحسن الرعيدان، طبيبة نفسية بمستشفى المسرة قسم الإدمان ورئيسة مجلس إدارة جمعية الحياة. كما نرحب أيضا بالنقيب سليمان بن سيف التمتمي، رئيس قسم الشؤون القانونية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ورئيس لجنة التوعية والإعلام في اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية. ونرحب أيضا بالشاب عامر، أحد الشباب الناشطين في مجال مكافحة المخدرات، ونرحب أيضا بالشاب الناشط أحمد، والذي يسعى جاهدا لمساعدة الشباب على الإقلاع عن المخدرات. ومن أبرز محاور هذه الحلقة الأسباب والدوافع وراء انجراف بعض الشباب نحو تعاطي المخدرات، وطبيعة الإجراءات والقوانين المتعلقة بالإدمان والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وطرق العلاج وأبرز الحلول للقضاء على آفة المخدرات. ونبدأ مع الشاب عامر. عامر، كيف يدخل الشباب إلى عالم المخدرات رغم أنه عالم مليء بالكثير من المشاكل ويؤدي في النهاية إلى الهلاك؟ في عدة عوامل تؤدي للشباب أو الشاب دخول العالم المخدرات. من أبرز العوامل اللي منتشرة الحين اللي هي التفكك الأسري، أصدقاء السوء، حب الظهور والفضول، تقليد شخصية ما أو شخص. هذه عدة عوامل أنا أشوف أنها مؤثرة وقاعد تأثر في الشباب اليوم، أو أثرت فيني أنا شخصيا قبل الشباب. طيب أنت بالنسبة لك يعني بالتحديد كيف بدأت؟ أنا بديت في مرحلة ما بين الثانوية والإعدادية، كانت أواخر الإعدادية وبداية مرحلة الثانوية. كنت أفضل أني حب الظهور. حب الظهور. وتقليد شخصية ما. طيب بدأت بإيش؟ بالتدخين مثلا؟ بديت بالتدخين. ثم تدرجت إلى الشرب. ثم دخلت إلى مواد مخدرة. مواد مخدرة. طيب أحمد، يعني هل الأمر مرتبط بالأسرة أم بالبيئة المحيطة أم بتوفر المادة المخدرة، أم المسألة مرتبطة بالحالة النفسية للإنسان نفسه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله هذه نقدر نقول عنها أنها أسباب، مثل ما ذكر أخوي عامر، حب الظهور والفضول والتفكك الأسري. بس أنا من وجهة نظري أن المشكلة في الإنسان بالنفس. لأن لو نحن نشوف، أنا أتكلم كتجربة شخصية، أنا انجرفت في عالم الإدمان وعندي أخوان عايشين في نفس الظروف اللي أنا عايش فيها بس ما تعاطوا. يعني المشكلة فيني أنا أساسا، المشكلة ما في المكان ولا في البلاد ولا في المخدر. المخدر موجود، المشكلة فيني أنا. أنا لازم أعرف إيش مشكلتي وأحلها. طيب انت لما بدأت نفس عامر، يعني كنت شاب صغير؟ هي نعم، انا بديت تقريبا تقدر تقول اول جرعة تعاطيتها كانت بعد الدراسة. بعد الدراسة كيف يعني؟ في مرحلة؟ مرحلة يعني ايام الكلية، بعد ما خلصت الدراسة دخلت الكلية. هناك تعاطيت اول جرعة انا في حياتي. طيب قبل ما تتعاطى تاخذ اول جرعة، هل كنت تدخن مثلا؟ اي نعم، هي بدت تدريجيا. كيف بدت؟ اول شيء بتدخين اللي هي السيجاره العاديه. بعدين شوي شوي تطورت المرحله. يعني كنت اعاني من نقص بشخصيتي، انا عندي مشكله وما اعرف ايش كيف احلها اساسا. يعني طيب يعني انت دخلت الكليه يعني معناته ما عندك مشكله حقيقيه؟ لا، ما مشكله من ناحيه، يعني مشكله نفسيه، يعني مشكله في المحيط اللي انا عايش فيه، اقصد يعني مشكله في البيت.
يعني من نوع مشكلة أسرية ما أقدر أتكلم فيها، بس هذا الشيء أثر فيني أنا نفسيا وخلاني مثل ما تقول أتهرب من الواقع وأدور شيء ينسيني المشكلة اللي أنا فيها. طيب، أنا كنت أشوف أن هذا الحل يعني. طيب، من نصحك أنك تأخذ هذه الجرعة علشان يعني تخرج من المشاكل والهموم؟ طبعا نقدر نقول أنا أتكلم عن نفسي، أصدقاء السوء. يعني هل هو قال لك مثلا خذ مثل هذا الدواء او خذ هذه الجرعه بتنسى كل شيء مثلا؟ اي نعم، اي نعم. انا كنت اشوف هو حالته كيف، اشوفه بعد ما ياخذ هذه الجرعه بغض النظر عن نوع المخدر، اشوفه انه مستانس ويضحك وناسي الدنيا وما فيها وما يشتكي من شيء. فكان كتجربه خليني اجرب هل يعني يمكن سبحان الله بنسى اللي فيني، الالم اللي فيني بنساه. وجربت وفعلا كان يخدرني هذا الشيء وينسيني كل شيء واكون ما في وعي وما بكاوي قواي العقليه. ولكن كان فتره مؤقته، يعني هذه النشوه تكون فتره مؤقته وتروح، يعني الالم بيكون موجود. الالم ما بيروح، بس كما تقول انت تاخر هذا الشيء لين بعدين. طيب، اول ما اخذت اول جرعه دفعت لها فلوس؟ لا، هي عاده اول شيء تجيب بلاش. ها يعني في المروج يعطي للشاب الصغير هذا ببلاش في اول مره؟ اول شيء ببلاش، لازم يعني يقدم لك اياه ببلاش يخليك تجرب، وبعد ما تنجرف فيه وتتعود عليه هناك يجيك ويقول لك الحين عاد لازم تدفع. هذا الواقع اللي عايشين فيه نحن يعني. طيب دكتورة أميرة، يعني استمعت الى عامر واحمد، انت كيف ترين الامر؟ يعني كيف تعلقين على ما قالوا احمد وعامر؟ في الصراحة أتفق معهم في الأسباب اللي وردوها، وخاصة أسباب قوية الفراغ. هذا من بين الأشياء الكثير شبابنا وشاباتنا يعانوا منها، ما عندهم هوايات أو حتى وسائل لشغل وقت الفراغ، فهذا من بين الأسباب القوية اللي تدفعهم إلى التجربة. ذكروا عامل كثير مهم اللي هو الفضول. الفضول، ومن بين الأشياء اللي بالفضول كذلك المفاهيم الخاطئة عند الشباب، أنه يعني إذا أنت تريد تثبت رجولتك أنت مفروض يعني تراوينه إذا تقدر تستخدم هذه المادة، ففي تحدي عند الشباب. وأوقات أخرى إذا أنت تريد تنضم إلى مجموعة شلة مثل ما نحن نسمي في المجتمعات العمانية، فأنت لازم تحاكي هذه الشلة وتتبع نفس الأسلوب اللي تتبعه فيه عشان أنت تندمج مع هذه الشلة. إذا جينا بالمفاهيم الخاطئة عند البنات، أن دارج عند البنات أن هذا المخدرات تنزل الوزن، فبين تخفيف الوزن، بس ما في وعي كامل أن هذه المادة على المدى البعيد بيكون صعب تتخلص منها. وكذلك الأمر للشاب لما يقول لك أنا بستخدم المادة عشان أنسى الهموم، ما عرف أن هذه النشوة مؤقتة، بعدين لما يريد يتركها يعاني كثير لحد ما يطلع منها. هذا من بين المفاهيم. بالإضافة مثل ما ذكر الشباب كذلك المشاكل الأسرية، ضغوطات، التوترات، أضيف عليها كذلك شخصية الإنسان تتفاوت. في بعض الناس عندهم شخصيات قوية يمكن يقاوم المغريات، وفي هناك شخصيات ضعيفة ما تتحمل، فتريد أسرع وسيلة للنسيان وممكن تنجرف إلى باب المخدرات. من بين الأسباب كذلك لا ننسى الوازع الديني، يعني أحيانا التنشئة كثير مهمة عند الأسر. إذا ما في تربية صحيحة على المبادئ والخوف الله والصلاة والفروض، يعني المفروض يقوم بها الشاب، فهذا يمكن شوية بعده عن يعني ما يحس بالرحمة أو ما يحس بالخوف من الله، فهذا يمكن يخليه مدخل ينجرف في التعاطي. ممكن كذلك نضيف إلى ذلك وجود المواد في البيئة، توفر المادة، توفرها المخدرة. لما تتوفر المادة يكون فريسة سهلة خاصة للشاب اللي يحب يجرب. وعند الشباب الآن أسلوب التحدي وأسلوب خاصة في فترة المراهقة هرموناتهم كثير تكون في الذروة، ويريد يجرب أشياء ويريد يختبر قدراته، فيلجأ إلى أشياء أو مثلا يعني تجربات خطيرة أو متهورة من بينها المخدرات. يمكن نحط في آخر الأمور اللي ممكن تؤدي إلى انتشار استخدام المواد اللي هي ضعف الضوابط والقوانين، أحيانا قد تكون سبب أو عدم توفر حتى الخدمات. نحن سنأتي طبعا فيما يتعلق بالقوانين الرادعة لمسألة التعاطي، لكن يعني عامر وأحمد قال يعني أنه بدأ بجرعة وهذه الجرعة أخذها بالمجان، يعني هل كل الحالات اللي تأتي إليكم فعلا في المرحلة الأولى يعطوهم الجرعات بالمجان؟ ممكن صار مع الفاضل عامر هذا التجربة، لكن في بعض الشباب هم بنفسهم
يعني يكونوا يدفع فلوس يعني مستعد نفسيا، ولانه مثلا يتعرض لضغط نفسي مثلا او مر بتجربه عاطفيه فاشله سواء شاب او شابه، واقرب وسيله واسهل وسيله انه ما انتظر حد يعطيني، انا بروح اجرب بنفسي. ففي بعض الحالات الاخرى ما في عمليه اغراء ان استخدام الماده مجانا، احيانا يكون شخص هو يسعى لها للماده. طيب نقيب سليمان، يعني من منطلق خبرتك في مجال مكافحة المخدرات وأيضا التوعية، توعية الشباب، ما هي أكثر الأسباب الدافعة لتوجه الشباب نحو تعاطي المخدرات؟ نعم، في البداية أشكركم على استضافة أستاذ يوسف. في الحقيقة الأخوان، جميع ما ذكرته عد من الأسباب الرئيسية وراء السقوط في براثن المخدرات. وإن كنت أرى أنه ضعف الوازع الديني ويأتي في المرتبة الأولى لوقوع الشباب في هذه الآفة، لأن الشخص كلما كان عنده نقص في الوازع الديني كلما كان مرتع للولوج في جميع الجرائم، ولعل أخطرها هي جرائم المخدرات. كذلك أيضا أصدقاء السوء، ومثل ما يعرف أنه الصاحب ساحب، أصدقاء السوء أيضا من أهم الأسباب الرئيسية وراء سقوط الشباب في هذه المشكلة. كذلك التفكك الأسري وما يترتب عليه من تشتت للأسرة والأبناء، ويدع مجال لأصدقاء السوء للولوج والسيطرة على بعض الشباب المراهقين في أفراد هذه الأسرة، وبالتالي انحرافهم عن طريق الصواب ووقوعهم في مشكلة المخدرات. كذلك أيضا حب التجربة والفضول، لا سيما وأن المخدرات ليست شيء سهل، هناك أنواع شديدة الإدمان وإدمانها شديد وشديد الخطورة، ممكن الشخص أن يدمن فيها من أول وهلة، وبالتالي يعاني هذا الشخص من مشكلة إدمان لأيام وأشهر عديدة. طيب أنا أسأل عامر هنا. عامر، يعني أنت عندما بدأت بالتعاطي المخدرات ثم تطورت الأمور شيئا فشيء، الأسرة لم تشعر بذلك؟ الأخوان ما حسوا بأن في شيء تغير فيك في البيت؟ أنا أخوي يمكن ترتيبي في الأسرة، يمكن أنا الابن الأكبر، أنا تولدت في أسرة مفككة. لما دخلت مرحلة بداياتي في الإدمان، الأهل متى لاحظوا؟ يمكن بعد 3 سنوات من إدماني، يعني طوال المرحلة الثانوية ما كانوا ملاحظين، لأن كان معدلي الدراسي، يعني أنا كنت متفوق من دراسي من الصغر أساسا الحمد لله. فهذا أدى أني أستمر على نفس المنوال. طبعا الأهل كانوا ضاغطين علي، طبعا فترة الثانوية، بداية مرحلة الثانوية كانوا أوكي، بعد في ضغط، لكن كنت داخل خلاص في عالم المخدرات، كنت قاعد أتطور شيئا فشيئا. لكن ما حسوا الأسرة، ما حست أن في فروقات صارت فيك من حيث أنك أنت تحب النوم الكثير مثلا، في إجهاد، في حالة نفسية أنت ما طبيعي مثلا، حتى فيما يتعلق بالوزن إلى ذلك، ما حسوا بهذا الشيء؟ كان في تجيني تعليقات، يجيني أسئلة من الأهل، لكن يعني حد كان يحسسني أنه هو ملاحظ حاجة مختلفة في عامر، ما كان في أي شخص يحسسني بهذا الشيء. حسوا يمكن بعد ما تعرضت المشكلة، يعني واجهوا كلهم وكلهم شافوها، اللي هي أنا انقبض علي في أول سنة في دراستي في الكلية. فيومها الأهل عرفوا وكانت صدمة لهم كبيرة يعني. طيب يعني لما تنصدم الأسرة في الحقيقة، أنت قلت يعني في أسرة مفككة، لا، هذه الأسرة في نهاية الأمر لها ظروف معينة وليست مفككة، وإنما يعني أول ما عرفت أن ولدهم يعني يصير في هذا الاتجاه بادروا بمساعدتك، ما كذاك؟ نعم الحمد لله، وقفوا معي. والتفكك الأسري هذا ما أقدر أربطه يعني في مرضي، ممكن لا يكون عامل، لكن يعني الشهادة لله أن هم وقفوا وكملوا على أكمل وجه، كل واحد حاول يقدم اللي يقدر عليه عشان يساعدوك، عشان يساعدوني، عشان يوقفوا معي. حتى بعد محاولاتي، يعني تعددت محاولاتي، لما عرفوا خلاص أن أنا صرت مدمن ومريض، حاولوا يوقفوا معي أكثر من مرة، سواء الوالد أو الوالدة أو حتى الأخوان. طيب، يعني حاولت في أكثر من مرة، وكل مرة كنت يعني أرجع وأتعاطى وأرجع وأتعاطى، لكن ما يأسوا الحمد لله، إلا المرة الأخيرة الحمد لله رب العالمين قدرت أوقف على رجل. طيب يعني أنت بالنسبة لك الآن شايف نفسك أنت الحمد لله متعافى تماما؟ الحمد لله رب العالمين، ما زلت قاعد أتعافى وأكمل برنامج التعافي.
جيد. وطبعا أكيد يعني نحن أنت تعتبر الآن أصبحت ناشط أيضا وتوعي الشباب على 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 يعني خطورة الإدمان المخدرات، وبالتالي أنت وافقت أنك تجي للبرنامج لهذا السبب ما كذاك؟ نعم. طيب أسألك أحمد، أنت الآن يعني بدأت أيضا وأنت صغير، الأسرة لم تشعر، ما عندك أخوان أكبر منك، ما شرحت هذا الموضوع لأحد من أخوانك، من لأي أحد من أصحابك، من أولاد عمومتك، إنه والله في وضع بدأ يتغير عندك وبالتالي الأسرة تشعر ممكن بهذا الشيء وتساعدك؟ والله بالنسبة لي أنا نفس الشيء، أنا أكبر أخواني، وبداية أيام تعاطي ما حد حس فيني لأني كنت أسوي رياضة ومحافظ على نفسي ومحافظ على جسمي على شكلي، كانت أموري طيبة من جميع النواحي، ودائما بدايات التعاطي تكون كذا أنه ما فيها مشاكل البداية. بس أنا كان صار لي شيء اللي هو أنا مرضت، جاني المرض اللي هو الكبد الوبائي. أنا لازم أعترف بهذا الشيء، لأن هذا الشيء يجي أكثر شيء عن طريق المخدرات. بعد ما جاني هالمرض فسووا لي فحص دم، فكان دليل ما قدرت أنكر، هني سووا فحص دم طلع أنه في نسبة مخدر في جسمي. هني أنا انكشفت، وهني أهلي عرفوا. وبعد فترة طويلة من التعاطي، يعني أنا أتذكر أنه يعني بديت أستخدم حقن، ما كملت أسبوعين وجاني هذا على طول. يعني بس بعدين حسوا، خلاص بعد ما عرفوا كل شيء فصاروا يحاولوا مثل اخوي انه صاروا يودوني العلاج، وقفوا معي انه في الاخير في الاول والاخير انا ظناهم، يعني مستحيل واحد يتخلى عن ولده يعني. صحيح. طيب انت يعني لما بدوا هم يساعدوك للعلاج، هل كان عندك الاستعداد النفسي انك تتعالج؟ والله انا ما كنت عندي، كنت بعدني أشوف إنه في ممكن طريقة إني أنا أقدر أتعاطى وأمارس حياتي الطبيعية وبدون مشاكل. هذه مفاهيم خاطئة كانت عندي، أنا كنت أعتقد إنها صحيحة. وكنت رايح أتعالج أساساً على أساس عشان خاطر أمي مثلاً، ولا عشان خاطر إني أتزوج. يعني كان امتناع اللي كنت أريده يكون مشروط عشان شيء، ما كنت أريد أمتنع عشان خاطر أحمد. ومرت فترة طويلة لين ما اقتنعت إن أنا لازم أتعافى عشان خاطر نفسي. عشان خاطر أنا أتغير، الكل اللي حولي بيتغير. وهذه المرحلة ما وصلت فيها بسرعة. عدة مرات اضطريت أن أروح مصحات، وعدة مرات دخلت السجن، ليه ما وصلت لقناعة أن المخدر ما في طريقة أنك تقدر تتعاطاه وتسيطر عليه، ما في، مستحيل يعني. أنا طيب خلال تجربتي وتجربة الشباب اللي معي. طيب أنا أسأل الآن عامر أيضا. عامر يعني أنت في جيلك كان الشباب يتقدموا ويروحوا للمدرسة، واللي يخلص التعليم العام يذهب إلى الكلية، وأنت ذهبت إلى الكلية حقيقة، يعني معناته جبت مجموعة عالي. أيضا شباب يتقدموا ويصبحوا ضباط شرطة جيش، أيضا هناك من يتقدم يصير مدرس إلى آخره، وأنت شاعر في نفسك أنك أنت سائر في هذا الاتجاه، ما كنت تشعر بالغيرة؟ فعلا أخوي كنت أشعر بالغيرة والحسرة على نفسي، لكن الحمد لله أني قدرت أني يعني أستمر، حتى أني مسكت أول سنة من الكلية، لكن أول ما طلعت كملت دراستي في الكلية والحمد لله قدرت أخذ شهادتي وجبت نسبة حلوة وتكرمت على الشهادة الحمد لله رب العالمين. لكن هل نعامر يعني أخذها عبرة من المسكة الأولى؟ لا، رجعت مرة ثانية وأكثر من الأول، تعدت الطرق، يعني غيرت من طريقة لطريقة في التعاطي. يعني صرت أشوف نفسي بدل ما أكون الأفضل، أني أطمح لوظيفة أحسن، درجة أحسن، راتب أحسن، أرتب الزواج، حياة الزوجية الأسرية، كنت لا قاعد أدمر نفسي. يعني اشتغلت في عدة وظائف ورواتب كانت جدا حلوة، لكن الراتب على آخر الشهر ما يبقى منه أي حاجة. طيب دكتورة، يعني طبعا عامر وأحمد ذكروا فيما يتعلق بالبيئة المحيطة، التفكك الأسري، نقيب سليمان ذكر الوازع الديني، غياب الوازع الديني هي من أبرز أسباب انحراف الشباب وقدامهم على تعاطي المخدرات. ولكن ماذا بشأن بعض الشباب الذين يعيشون في بيئات جيدة، في وضع اجتماعي جيد، وضع طبيعي، الأسرة ملتفة حولهم، ومع ذلك يعني يذهبون إلى تعاطي المخدرات؟ كيف نشرح ذلك؟ ترى ممكن نحط هنا شخصية الشخص نفسه.
يعني مثل ما ذكرنا عند تفاوت في الميول، يعني ممكن أحيانا تكون مغريات أقوى من الشخص حتى لو كان محصن في البيئة أو محصن في الأسرة. أحيانا يكون التدقيق الزايد من الأسرة وين داخل وين طالع أكثر عن المعدل الطبيعي تكون سبب أن الشاب يأخذ النظرية أن أنا مضغوط عليه وأريد أنفس شوية، وأريد مثل ما يقول لك الشباب إذا أنت عندك أسرة كثير ضغط عليك فرفش مثل ما يستخدم التعبير العام، فيقول لك جرب اليوم جتها غلطة، يعني جتها مغريات تكون أقوى من التفكير في هذه اللحظة. يمكن الحالة النفسية اللي يمر فيها الشخص في هذه الفترة أحيانا تكون سبب أنه يعني يكون الشاب عرضة للاستخدام، على الرغم من أن تكون بيئة كثير حريصة أو حتى الأسرة كثير حريصة على يعني سلامته. طيب يعني هؤلاء اللي في أسر يعني في وضع طبيعي وعندهم المادة متوفرة أيضا المال متوفر، هل تعتقدين أيضا يعني المروج يتجه إلى هؤلاء الشباب وبالتالي قد يحصل على أموال أكثر مثلا؟ يعني أعتقد أن هذا الجانب لا يعني ما ممكن يعني نستهين فيه فعلا، أن هذا من بين الأشياء تدفع خاصة المروجين يبحثوا على مثل ما نقول عمل تجاري مربح ومستمر وفي ديمومة في الأمر، فيسعون يدورون على الشباب اللي عندهم شخصيات ضعيفة أو الشباب اللي ما عارف إيش يسوي بفلوسه، فيترصدوا هذه الشباب ويغروهم من فترة الأخرى، ما لازم في هذه الفترة، يمكن أغرى بس الولد مثلا أو الشاب امتنع بحكم أنه مثلا إرادة قوية، لكن بعد فترة يرجع للمروج مرة ثانية يغريه بهدف أنه يعني نوع من الترفيه ونوع من تغيير الجو، وأنت عندك فلوس ليش ما تستخدم فلوسك. فالمروجين يسعون بكل الطرق يعني. طيب نقيب سليمة، من واقع تجربتك فيما يتعلق بالمروج للذهاب إلى الشباب، يعني نحن الآن أحمد ذكر لنا إن أول جرعة أخذها بالمجان، أيضا بعض الأسر يعني ذات وضع مالي جيد، يعني أسرة مترابطة، ولكن الأبناء يذهبون يعني في بعض الأسر أكثر من شخص، أكثر من 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 ابن يعني يصير في هذا الاتجاه. إيش السبب؟ هل إن فعلا توفر المادة وأيضا الوضع الاقتصادي أيضا يساعد مع توفر المادة المخدرة مثلا؟ طبعا تاجر المخدرات او المروج هو عباره عن سلعه، طبعا سلعه غير مشروعه، لذلك يبحث الى الربح من وراء تسويق هذه السلعه، لذلك هو يهدف الى اقتناص الفرص، سواء كان هذا الشخص ضعيف الشخصيه مثل ما ذكرت الدكتوره، ويكون له ميول لدخول في هذا المجال، فبالتالي يلجا الى اسقاط هذا الشخص في براثن المخدرات، استغل ضعف شخصيته، وكذلك ايضا عندما يرى هذا الشخص بامكانه انه يوفر دخل لهذا المروج من خلال اعطائه جرعه مجانيه في البدايه، وبعد ذلك يدخل في مجال المساومه لهذا الشخص، انه اذا بغيت جرعه اخرى عليك ان تدفع. هو 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 الادمان يبدا من الجرعه الاولى مباشره؟ طبعا يختلف حسب نوع المخدر اللي يتعاطاه هذا الشخص، من بعض انواع المواد المخدره تشكل خطوره كبيره في الادمان، خاصه على سبيل المثال مخدر الهيروين بامكان الشخص يدمن عليه من اول جرعه. وبالتالي يعني بالتالي يقع فريسة لهذا المروج، ومن ثم يدخل بعد ذلك في مجال ابتزاز، يقوم هذا المروج بابتزاز هذا الشخص المتعاطي، بعد ذلك في دفع مقابل مادي لقاء حصوله على جرعة مخدرة، ثم أيضا بعد ذلك يمكن أن يستغلوا في أشياء أخرى، حتى بإمكانه أن يستغلوا في عملية ترويج لأشخاص آخرين أو جلب حسب ما هو دارك عندهم زبائن آخرين لهذا المروج. طيب أنا أسأل هنا أيضا، يعني من خلال ما قرأت يعني قبل الحلقة أنه تحاول هذه الجماعات أن تتشكل كفرق مجتمعة، يعني الأشخاص عايشين في مكان معين عندهم الإمكانيات المادية، هذا يشكلوا هكذا فريق مع بعض، يحاولوا أنهم يتجنبوا الآخرين، أيضا في البيئات الأخرى أنهم يحاولوا يشكلوا أيضا فرق خاصة بهم، وبالتالي تواصلوا مع أشخاص معينين مروجين. يعني هل هذه يعني يعملوها بطريقة منظمة مثلا؟ مثل ما تعرف أن الأشخاص العمل اللي يقوم فيه هو عمل مخالف للقانون، فمن الطبيعي أن يفكروا في إجراء هذه العملية تحت نطاق من السرية حتى لا يقعوا تحت طائلة رجال المكافحة، لذلك دائما ما يختاروا الأوقات اللي قد يكون في تفكيرهم أنها غير مناسبة مثلا لمراقبتهم أو لملاحظتهم من قبل رجال الأمن، ينطقوا أماكن قد يكون نوعا ما اللي هي مزحومة
للسكان مثلا يكثر فيها انواع المتعاطين ويسهل عليهم استهدافهم. لكن من خلال هذا المنبر اوجه كلمه انه جميع ما يقوم فيه هؤلاء المروجين من اعمال جنيه هم تحت طائله القانون، وبالتالي ايدي رجال المكافحه ستصلهم عاجلا او اجلا ان شاء الله. وطبعا احنا نذهب مباشره، طالما قلت هذه الكلمه نذهب مباشره الى فاصل، وايضا نذهب الى المحور الثاني وهو طبيعه الإجراءات والقوانين المتعلقة بالإدمان والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ونشوف أيضا خلال الفاصل هذا التقرير المبسط. ابقوا معنا. دخلت انا جربت الحشيش، فشفت الحشيش ما انا هناك، فدخلت جربت الهيروين. من بعد الهيروين دخلت على المورفين، فادمنت على المورفين يعني لحد يومي هذا يعني، ودخلت الحين التعافي. بديت على بدايه العلاج لاني خضيت جرعه زياده وطحت يعني، فزين ان اهلي لحقوني يعني ودوني المستشفى يعني الحمد لله وانا جيت. فزوجتي قالت لي الحين، قالت لي اختار يا انا وبناتك يا مخدرات. وامي جت قالت لي تبي امك ولا المخدرات؟ يعني اذا انت كنت مدمن وما حصلت للماده يعني الفلوس، ما عندك استطاعه انك تشتري هذه الماده يعني تشتري ماده المخدره، يعني هذا الشيء يخليك حتى انك تروح تسرق، يعني حتى انك يخليك يعني في بعض الاحيان انك تحاول انك تقتل احد. هذا الشيء اللي خلاني اتوقف من المخدرات وافكر اني اتعالج، اني قاعد انا وصاحبي، هو كان بالع حبوب وانا ما عندي خبر، وتعاطينا وطاح. حاولت اقاومه ما في فايدة لحد ما طلع الزبد من فمه وتوفى. أنا عمري الحين 42 سنة، ضاع من عمري 25 سنة في المخدرات. أحسن في وظائف فقدتها، أول وظيفة اشتغلتها في الشرطة عمان السلطانية، وطلعت الأول في الأكاديمية، ورشحت للضباط بسبب المخدرات طارت. وأنا أرجو من شرطة عمان السلطانية أيضا تقوم بدورها يعني في مكافحة المخدرات يعني، لأن والله يعني في هاي الفترة الأخيرة يعني المخدرات انتشرت بطريقة يعني واجد وكثيرة يعني. وهذا عندي كلمة يعني حق أولياء الأمور بأنهم ينتبهوا لأبنائهم يعني، وينصحوا أولادهم يعني اللهم خليهم يتجهوا للطريق الصحيح. أنا هذه المرة مسند نفسي شرطة عمان السلطانية ساعدتني، حتى خبرتهم قلت لهم يا تودوني المستشفى يا تسجنوني. في البيت اللي عايش فيه أكثر من 7 أشخاص متعاطون. زاد عدد الشباب في تعاطي المخدرات، خاصة شباب صغار. البيئة اللي عايشين فيه نحن يمكن أكثر من 40 بيت يتعاطوا. الشباب اللي كنت أجلس معاهم من أحسن أصدقائي خسرتهم، عائلتي خسرتها، آخر شيء أهلي آخر كلام تبروا مني. ولا تفتكرون آلام المخدرات شيء عادي، لا،
ما حد يعرفه الا اللي مجربه. أهلا بكم من جديد، ونذهب مباشرة إلى المحور الثاني من هذه الحلقة، وهو طبيعة الإجراءات والقوانين المتعلقة بالإدمان والتجارة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وأتي إليك عامر مباشرة. عامر، أنتم كشباب يعني كيف ترون الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات؟ هل هذه الإجراءات كافية؟ أستاذ يوسف، هذا السؤال يعني أو نتكلم عن الإجراءات هذه أنا أعتبرها أنها موضوع متشعب. إذا بنذكر العقوبات أو الإجراءات اللي لازم تتبع أو اللي نحن نشوفها، أنا كشخص مدمن أو مدمن متعافي أن أشوفها لازم تتبع، في إجراءات غير. إجراءات غير ما هي؟ العقوبات اللي قاعد توصل الحين، الأحكام، في أحكام تكون كبيرة وفي أحكام تقدر وتكون بسيطة نظرا للجرم اللي ارتكب المدمن. لكن في عقوبات، مثلا الشخص يكون أول يعني مثلا نتكلم عن على شخص مقتبل العمر اللي من 12 سنة إلى 16 سنة أو 18 سنة، مسكتوه في أول مرة، الشرطة راح تحوله للنيابة وللإدعاء، الإدعاء راح يصدر عليه حكم، يتفاوت الحكم من 15 يوم إلى 6 شهور إلى سنة إلى عدة سنوات. بينما هو إذا دخل المركز أو دخل السجن معناته خلاص في نظر المدمن أنه خلاص كل شيء انتهى بالنسبة لي، حياتي انتهت، سمعتي انتهت، أهلي ما راح يتقبلوني، أنا راح أكون نابذ نفسي بنفسي أساسا. بينما لو كان في طريقة علاجية أو طريقة أنك تشيل هذا الشخص، الطفل أو أنا أقدر أسميه طفل أو الشاب اللي ناشئ الحين، أول مرة تحول إلى مصحة أو علاج لأي دولة أجنبي أو هني في السلطنة عندنا، وتخلي الحكم ماله ينفذه في المركز العلاجي هذا. أوكي، أنت سجنته في مركز علاجي، قاعد يستفيد وقاعد تعالجه في نفس الوقت. يقدر يكمل شهر إلى 6 شهور إلى سنة أو سنتين على كيف الحكم اللي يصدر. يعني أتمنى أن الأحكام تكون كذي، يعني كأحكام علاجية بدل أحكام أنا أعتبرها من نفسي، اسمحوا لي على الكلمة اللي راح أقولها، أحكام تدميرية أنا أعتبرها. طيب أنت حكم عليك ما كذاك عامر؟ أنا حكم علي، نعم. كم سنة؟ أنا حكم علي في عدة قضايا، يمكن قضايا المخدرات اللي هم من 15 يوم إلى 3 شهور. 3 شهور؟ نعم. طيب في أثناء التوقيف يعني ما راجعت نفسك وأنت في السجن مثلا، ما راجعت نفسك وليش يعني ما قلت لنفسك أنا ليش سويت كذا وإلى آخره، وسمعت أهلي وسمعتك؟ راجعت نفسي ولمت نفسي، وكنت في الفترة هذيك يمكن كنت أعاني من الأعراض اللي أنا كنت فيها، كنت حتى وصلت يمكن لدرجة أني أتمنى الموت في ذاك اللحظة، أتمنى أنهم يسووا فيني أي شيء ولا يخلوني كذي. لكن يعني فترة الأعراض يمكن بتكون 3 أيام 4 أيام بعدين. طيب يعني البيئة المحيطة في السجن وأنت يعني لما قبض عليك كم كان عمرك؟ أنا كنت 18 سنة. طيب البيئة المحيطة في السجن يعني ما تساعد طبعا فيما يتعلق ب أو تساعد مثلا فيما يتعلق ب يعني خلق الأدب لدى الشخص يعني؟ لا ما تساعد نهائيا. ما تساعد، تزيدك تعرف يعني تزيد معارفك، مصادر انك كيف تدخل المادة، تزيد معارفك كيف تتعاطى المادة. أنا ابتديت يعني لما دخلت أول قضية عمري 18 سنة ما كنت أتعاطى المادة اللي انتهيت أنا فيها، اللي وصلت فيها أنا الآخر، اللي واصل فيها اليوم أو الطريقة اللي قاعد أتعاطى فيها اليوم. أنا وصلت للمرحلة اللي عمري ما كنت أتوقع في يوم من الأيام أن الحاجة راح أوصلها. طيب أنت بدأت على طول بالإبر ولا بالحبوب في الأول؟ لا أنا ابتديت من دخان إلى شرب المسكرات إلى تعاطي مخدرات. هل وصلت إلى مرحلة الإبر؟ إلى الحقن، نعم. الحقن. طيب أحمد، الشباب كيف يتمكنوا من الحصول على المادة المخدرة يعني رغم
أن هناك إجراءات وهناك إجراءات والأمن يعني في هذا الموضوع بالذات، يعني هناك إجراءات أمنية مكثفة وفي جميع محافظات ولاية السلطنة، كيف يمكن الحصول على المادة المخدرة؟ هل المروج قادر أيضا أنه يفلت في بعض الأحيان؟ والله المخدر موجود، إذا مسك واحد يطلعوا مكانه خمسة يبيعوا يروجوا لهذه المادة، وإذا مات واحد يطلعوا مكانه عشرة يتعاطوا. وهذا الشيء أنا وصلت لقناعة، لأني أنا كنت موجود في أرض الحدث، موجود في هذه الحرب، أن هذا الشيء ما قايم يخلص، نحن بنخلص وهذا الشيء ما بيخلص. الحكومة يمكن جالس تكافح وتقلل أن هذا يدخل البلد، بس هذا الشيء أنه مستحيل ينتهي. فنحن ما مفروض أنه يعني ما راح نوصل لهذه المرحلة، ما أعتقد يعني أنه نوصل لمرحلة أن يكون مخدر ما موجود نهائيا. فلازم نشوف الحل، ويش الحل؟ ما في أنه نوديهم السجن ونمسكهم، الحل أنه نسوي لهم إعادة تأهيل. أنا أشوف من وجهة نظري أن السجن يؤدب ويعلم بعد نفس الشيء، ولما يطلع من هناك يطلع متحطم، ف يكون حل مؤقت، بس السجن حل مؤقت. وبخصوص الأحكام أنا أقدر أقول شيء، أنه في ظلم في الأحكام، لأن في ناس أنا ما دافع عنهم بس هذه حقيقة، في ناس تضطر أنها تروج المخدرات بكمية بسيطة بس على أساس أن هي تضمن جرعتها، على أساس أن هي ما تتشتت وما تنذل وما تضطر أن هي تسرق. ولكن أحمد، يعني هل نعطي فرصة لهؤلاء أنهم ينشروا فقط أنه يريد أن يتعاطى، أن يقوم بالترويج؟ الترويج هو يعني أمر خطير أيضا، يعني إحنا الآن نتكلم عن العقوبات، وبالتالي أن المجتمع نفسه يطالب بتغليظ العقوبات، يعني والشرطة يحاولوا أنه يتفهموا المسألة، ويحاولوا أيضا أنهم يعني مع المجتمع أيضا أنهم يوصلوا إلى حلول مشتركة، وحتى فيما يتعلق بحلول عالمية في هذه المسألة، يعني لأن إحنا ما نريد أيضا أن نفتح باب للترويج، ما كذاك؟ أنا معك الأخ يوسف، بس أن قصدي يكون فيه يعني ما يصير تقارن شخص تمسك عنده كمية بسيطة مع شخص تمسك عنده كميات كبيرة ويحصل نفس الأحكام. أنا ما أريد أدخل في الجهات القانونية، ما أريد أدخل فيها، بس أشوف أنه حرام شباب عمرهم 18 سنة يمسكوا على جرعة واحدة ويروحوا حكم 5 سنوات وعشر سنوات. يعني لازم أن هذول الناس نعطيهم فرصة، أنه مثل ما قال أخوي أن نوديهم علاج، ما من أول مسكة سيدة ندخلهم. في ناس والله نعرف ناس من أول سجنة وينحكموا حكم عنيف جدا، يعني حكم قوي يعني من عند القاضي. طيب نحن نخلي النقيب سليمان يجيب على هذه التساؤلات، يعني فيما يقول أحمد أن الأحكام في بعض الأحيان من المرة الأولى تكون أحكام مغلظة، يعني وأيضا هناك بعض الأحيان يكون في مساواة بين شخص يبيع من أجل أنه يتعاطى، أنه يحصل على مال من أجل أن يتعاطى، وشخص آخر يعني مروج كبير، يعني تكون الأحكام يعني قريبة من بعض. نعم، مثل ما يعرف جميع أن القانون هو عبارة عن مجموعة من المواد تضع العقوبات المناسبة على كل فعل يشكل مخالفة لهذا القانون. لذلك نرى أن العقوبة تتناسب مع طبيعة هذا الجرم. بداية من تعاطي المواد المخدرة نجد أن فعل التعاطي يجرم بعقوبة قد تكون تختلف عن عقوبة الترويج أو الاتجار أو التهريب للمواد المخدرة. العقوبة تتراوح ما بين أقل من سنة وتتصل في أقصاها إلى السجن المطلق، وإلى في بعض الحالات إلى حالات الإعدام. هذا بالنسبة لنص عليه القانون في حالات المتاجر بالله. نعم، الإتجار، حالات التهريب. لذلك هناك كل حالة تقدر بما يناسبها. على سبيل المثال مثلا شخص يتعاطى المواد المخدرة تختلف العقوبة التي تطبق عليه عن الشخص الذي يقوم بعمل الترويج. فعل الترويج طبعا هناك قد يكون ترويج بكميات كبيرة من المواد المخدرة، أو الترويج بكميات قد تكون قليلة بدافع الحصول على جرعة أو بدافع الحصول على مبلغ. هناك طبعا محل تقدير من جانب السلطات القضائية من خلال هذا الفعل. لذلك حنرى هناك تفاوت في الأحكام حسب طبيعة الفعل المرتكب. كذلك العقوبات لها جانب ردعي، لابد من تحقق جانب الردع في العقوبة المطبقة على هذا النوع من الجرائم، لا سيما وأن جرائم المخدرات تعد
من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع لما لها من تبعات كبيرة جدا على الجوانب الاجتماعية والجوانب الصحية وكذلك الجوانب الاقتصادية والجوانب الأمنية. لذلك راعى المشرع التشديد في بعض الجرائم المخدرات. المادة 43 من مكافحة المخدرات والمثلات العقلية تنص صراحة بإعدام أو السجن المطلق كما ذكرت مع الغرامة المالية كل من استورد أو يصنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. فإلى أي حد يعني نحن نطبق في أحكامنا يعني عقوبة الإعدام لم تطبق على تجار المخدرات حتى هذه اللحظة ما كذا؟ طبقت عقوبة الإعدام على أكثر من حالة في جرائم المخدرات وكذلك عقوبة السجن المطلق والغرامات تصل إلى 25,000 ريال بينهم عمانيين؟ كانت تطبقت على المهربين كان من جنسيات مهربين دوليين طبقت عليهم عقوبة الإعدام. لذلك القانون هنا لا يميز بين أجنبي وعماني أو شخص آخر. لذلك المخالف للقانون هو مخالف للقانون والقانون يطبق على الكل. لذلك أي شخص تسول له نفسه ارتكاب أي نوع من هذه الجرائم ليس هناك شك وأن يطبق عليه الجزاء المناسب. طيب دكتور أنت استمعتي الآن إلى نقيب سليمان فيما يتعلق بالمادة 43 وأيضا الأحكام التي صدرت ضد بعض المروجين والمهربين حتى ما يتعلق بعقوبة الإعدام والسجن المطلق. أيضا استمعتي إلى الشباب ما قالوا يعني إلى أي حد ترين القوانين المتعلقة بردع المتاجرين والمروجين والمتعاطين بالمخدرات يعني كافية وهل نحن بحاجة إلى تغليظ العقوبة؟ أعتقد أن قبل ما نوصل إلى المرحلة الشرطية أو الجرمية ونحاسب الإنسان ونعاقبه لازم نعرف خلفيات هذا الإنسان من خلال التقييم ليش الأسباب والدوافع وكذلك لا ننسى الفئة العمرية لأن هذا عامل كثير مهم في يعني في مستقبل هذا الشاب سواء إذا كان مثل ما ذكروا الشباب قبل شوية أن هم يحسون أن مثلا ما في عدل من ناحية الشاب المراهق يتساوى في الحكم أو في العقوبة مع الشخص اللي هو البالغ. وذكروا كذلك أن في مرحلة السجن في تبادل خبرات وفيها استزادة في الخبرات وفيها كذلك يعني دوافع أن يجربوا أشياء جديدة لأن ما في عملية فصل في الحالات. وأعتقد أنا أتفق معهم من ناحية أن لابد من أولا تقييم الوضع تقييم يعني الشاب ومعرفة إيش الدوافع اللي خلتها وبعدين تحديد يعني إيش العقوبة المناسبة حسب يعني الجرم المش هل هو تهريب هل هو حيازة هل هو تعاطي هل هو اتجار. ثم بعد ذلك نراعي الفئة العمرية ما معناته إذا كان مثلا في سن المراهقة نحطهم في مركز الإصلاح والتوجيه يعني ما نحكم عليهم بأحكام مغلظة بحكم أن أنت مجرم. إذا نحن ما اعتبرنا الإدمان هو مرض مزمن والشخص المدمن هو إنسان مريض فنحن كذا يعني نخالف المفاهيم اللي احنا نتفق عليها فلا بد من يعني توضيح حالة هذا الشخص. طيب تقييمه أنا أسألكم أنتوا الآن نقيب سليمان ودكتورة أنت أيضا وكثير من الشباب المسؤولين أيضا أنتوا أعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. طيب اللجنة هل على تواصل مع الادعاء هل على تواصل مع القضاء فيما يتعلق بتفسير لأن القاضي في نهاية الأمر والادعاء أيضا يتعاملوا مع قانون في نهاية الأمر هو يطبق القانون كما ذكر النقيب سليمان. فبالتالي هل هناك تواصل بحيث أن فعلا تشرحوا مثل هذه المسائل للقضاء وللادعاء أيضا؟ نعم هي قضية المخدرات تمر في عديد من المراحل سواء كان مرحلة البحث والتحري ومرحلة الاستدلال مثل ما يطلق عليها قانونا وكذلك أيضا مرحلة اللي هي مرحلة التحقيق الابتدائي اللي يتم في الادعاء العام أو التحقيق النهائي في مرحلة المحاكمة. لذلك السلطات القضائية هي على اطلاع كامل بحيثيات هذه القضايا فكل حالة تقدر بقدرها. على سبيل المثال قضايا تعاطي المواد المخدرة الشخص اللي يضبط في قضية تعاطي المواد المخدرة راح ينظر لوضع هذا الشخص. إذا كان هذا الشخص مثلا في وضع لازال أول قضية يضبط عليها طبعا هذا الشخص في إمكانه أنه يعطى فرصة لمراجعة الذات وممكن تحفظ القضية ويعطى فرصة لتلقي العلاج مع متابعة من قبل سلطات المكافحة لحالة هذا الشخص لعل من لا قدر الله ممكن يكرر فعل التعاطي مرة أخرى.
ممكن أن يحال إلى سلطات العلاج. بالنسبة للأشخاص أيضا النزلة سواء كان عندنا في السجن المركزي هناك عيادة متخصصة للإدمان، وبالتالي السجن يحقق الهدف منه كمؤسسة إصلاحية في المقام الأول، علاوة على عقوبة الردع إذا ذكرناها ليحققها عقوبة المخدرات. الشخص أيضا هناك برنامج يخضع له في وجوده في السجن علاجي من خلال الطبيب المختص بالسجن المركزي. حسب ما ذكر الإخوان أن السجن هو عبارة عن مختلط في جميع الجرائم الموجودة فيه، هذا لا شك فيه، أنت موجود في سجن إصلاحي، لا يمكن وضع غرف يعني خاصة، وبالتالي هذا وضع عالمي لابد منه، أنت راح تختلط بسجن آخرين. هذا ليس عذر مبرر أن أنا راح أتعلم جرائم أخرى أثناء وجودي في سجن، افترض أن أخذ جانب مفيد من هذه العقوبة اللي هو الإصلاح ومراجعة الذات. مراجعة الذات خلال هذه الفترة. هناك بصراحة العديد من البرامج المفيدة داخل السجن، هناك ندوات تقام، هناك برامج علاجية مثل ما ذكرنا، هناك أيضا ندوات دينية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة. ولكن أيضا اسمح لي نقيب سليمان، أنه عامر قال وأحمد أيضا أن داخل السجن يعني عندما يدخل السجن هو غر شاب صغير بين 15 أو 18 أو 19 سنة يتعلم يعني معطيات جديدة فيما يتعلق في كيفية الحصول على المخدرات وحتى فيما يتعلق بالمصادر وإلى آخره. يعني هذه مسألة أيضا يعني يفترض أن احنا نلاحظها ونهتم بها أيضا، نعم، ونعالجها يعني. نعم، هذه المسألة ليست غايبة علينا احنا كشرطة عمان سلطانية، وضعت حقيقة في الحسبان. أحب أن أوضح نقطة معينة، أن هناك التوقيف بالنسبة للفئات العمرية، الأحداث اللي هم ما دون سن 18 طبعا توقيف خاص بهم، يختلف عن التوقيف الخاص بمن تعدى سن 18 من العمر. مثل ما ذكرت أنه وجود أنواع من الجرائم التي ارتكبها قاطني السجون يطيح المجال، لكن هذا مثل ما ذكرت ليس عذرا لأشخاص أنهم يتعلموا جرائم جديدة، يتعلموا طرق جديدة، بالعكس هذا قد يكون لهم السجن كوسيلة لمراجعة الذات وإصلاح النفس. طيب أنا اتفضل أستاذ يوسف، بس أضيف على وأثنى على كلام النقيب سليمان، أن في اللجنة الوطنية كذلك أساسا هناك مؤسسات حكومية يعني متضمنة في اللجنة، يعني عندك من الجانب الشرطي، وعندك من الجانب القضاء، وعندك من الإدعاء العام، وعندك من التربية، من الشؤون الاجتماعية، فكل القطاعات الحكومية اللي متمركزة في يعني في الدولة وهي محط الاهتمام كلها موجودين، يعني كلهم كأعضاء موجودين في هذه اللجنة، وهي الهدف من هذه اللجنة الوقوف على الصعوبات والتحديات، وضع الآليات والاستراتيجيات بهدف الخروج بتوصيات وحلول، وهذه فعلا في هناك خطوط يعني في خطى حثيثة للجنة الوطنية، وإن شاء الله بإذن الله تعالى في تغييرات. هناك خط ساخن تستطيع الأسرة مثلا أو المتعاطي التواصل مثلا مع اللجنة بحيث أنه إذا كان يريد العلاج؟ بالنسبة للجنة الوطنية الآن الخط الساخن يعني من بين المقترحات المعروضة، لأنه يبغى لها شخص متمكن يعني يعرف يرد على الأسرة يوجهها توجيه صحيح. يعني وأعتقد ما شاء الله كثير من المتمكنين عندنا من الشباب إن شاء الله موجودين يعني. إن شاء الله، وهذا من بين الأشياء إن شاء الله بإذن الله تعالى بنشوفها في المقترحات. أتمنى إن شاء الله من بعد هذه الحلقة يعني أنه الخط الساخن على طول، لأنه ما يبغى له شيء، تروح عمان تل زين وتاخذ الخط ماكله. في الحقيقه سيوسف في توجه في اللجنه الوطنيه فتح خط ساخن، حاليا يتم الاعداد الانتهاء من موقع اللجنه الوطنيه شؤون المخدرات العقليه. كذلك ننسى ايضا دور الخط الساخن للاداره العامه لمكافحه المخدرات والمثلثات العقليه اللي هو 1444. هذا الخط الساخن ايضا بمثابه حلقه وصل بين الشرطه والمواطنين وكذلك المقيمين. يعني هل المتصل يعني أو الأسرة لا تخشى أي شيء عندما تتصل بهذا الخط؟ جميع الاتصالات الواردة على الخط تعامل بسرية تامة، وراح يحصل الشخص المتصل جميع المساندة والرد على جميع استفسارات لهذا الشخص، سواء كان كبلاغات أو استفسارات أو حتى طلبات بالعلاج. طيب أنا أذهب مرة ثانية إلى عامر وأحمد. عامر، البعض يقول أن من يتعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية يتحول بعد حين إلى مروج وتاجر، إلى أي حد هذا صحيح؟
هذا أقدر أقول صحيح، يعني نقدر نعتبرها 100%. 100%؟ نعم. ليش؟ لأنه أول ما يوصل لمرحلة فقدان السيطرة على نفسه اللي هي مرحلة الإدمان، يكون مستعد إنه يسوي أي حاجة في سبيل ضمان الجرعة اللي راح يحتاجها في اليوم الثاني أو بعد ساعتين أو بعد الوقت اللي من آخر جرعة عطاه. فراح يكون في سبيل، يعني راح يسرق، راح يتاجر، راح يسوي أي حاجة في سبيل إنه يوفر الجرعة، يضمن نفس الجرعة الثانية. ما مهم كيف، لكن مهم أن تكون معه. يعني قد حد يعني قد يصل إلى حد القتل مثلا في أسرته إذا ما حصل على المادة المخدرة، وبالتالي قد يهاجم والده والدته أحد أخوته مثلا للحصول على المال. أستاذ يوسف، أنا إذا قلنا لك أنه بيوصل حد المهاجمة أو كذي بخليه مجرم، لكن هو المرض اللي إحنا فيه هو اللي عطانا صفات إدمانية، صفات إدمانية اللي تكون هي أنانية، لا مبالاة. يعني أفضل نفسي فوق أي حاجة، أريد حاجة أريدها الحين وكيف، ما لي خلص، ما يدخلني كيف متى، لكن أريدها الحين. طيب. أنانية، أقدر أحرم أهلي يمكن من الأكل، من أي حاجة، أولويات اللي في البيت في سبيل أني أوفر نفسي الجرعة. لكني أقول أن للقتل مثلا، للضرب، هذه فعلا وصلت لكن فيها نادرة جدا. وإذا نقدر نقول أن هم قاعد يحاولوا يبطلوا، اكتسبوا أمراض ثانية أثرت عليهم نفسيا وعقليا نفسنا. طيب أحمد، يعني بعض الشباب أنا التقيت معاهم، يعني شفتهم الحقيقة قبل هذه الحلقة وحتى في حلقة ماضية أنا طرحتها أيضا، يعني خلاص منتهي تلاقي، يعني يحاول أنه يطرح نفسه بشكل فلسفي هلوس إلى آخره. متى يبتدي أنه يتحطم هذا الشخص؟ متى يبتدي أنه يصل إلى حد أنه يكون مجرم، يعني بمعنى أنه ممكن يقبل على شيء، على قتل، على إلى آخره، إلى مهاجمة مثلا، في أي مرحلة يعني؟ والله في هذا الموضوع يختلف من شخص لين شخص، لأنه أي شخص يتعاطى المخدرات لازم يوصل لمرحلة أنا أسميها الحضيض أو الهاوية، بعد ما يخسر كل شيء، كل اللي يملكه يخسره، يبقى هو ونفسه بس، وفي عزلة يبقى إنسان وحيد، و يوصل يعني المرحلة أنه خلاص أنا ما مني فائدة في الحياة، وما قادر أعيش، ما قادر أواجه الحياة، وما قادر أترك هذا الشيء. أنا عن نفسي أتكلم، أنا جاني هذا الشعور، وصلت لهذه المرحلة، بس أحب أقول أنه في أمل، في طريقة، أنه واحد يعني الحل موجود، إذا حد يريد لازم تكون الرغبة منه هو شخصيا، والحل موجود. أنا حد احتواني، حد ساعدني، وحد وقف معي وخلاني أن أنا أتعافى، ونحن جالسين نحتوي الناس اللي الحين جالسين يرجعوا من المصحات، واللي جالسين يطلعوا من السجون، اللي هم عندهم رغبة انهم يتعافوا. انا شفت ناس واصلين لمرحلة انه خلاص باغين ينتحروا، هذا قدامي في السجن، شفت ان ناس تشنق عمرها يعني، بس نحن نلحق عليهم. فأخذت عن كذاك مرحلة ما اعتقد فيه. وفي ناس شفناهم طايحين في الشوارع خلاص، يعني الحضيض مالهم كذاك انه يطيح في الشارع، بس الحين متعافين. انا احب اقولهم انه في امل، في حل، مثل ما أنا قدرت أنت تقدر، أنا ما أحسن منك في شيء، كلنا مرينا في نفس التجربة. هذا الناس، هذه الرسالة لازم يسمعها من إنسان مدمن نفسه ومتعافي، على أساس نحن كلنا مرينا في نفس التجربة ونعرف مشاعر بعض. ما حد يعرف شعور المدمن إلا إنسان مدمن نفسه. أنا وصلت لهذا القناعة، يعني الكلام لما يكون بين مدمنين متعافين يكون غير جيد. طيب نقيم سليمان، يعني الآن فيما يتعلق بالإجراءات والقوانين، هل هناك الآن مراجعة لهذه القوانين من خلال اللجنة؟ أيضا الدكتورة ذكرت وأنت ذكرت أيضا هناك تواصل مع الجهات المختلفة، وهذه الجهات أيضا هي أعضاء في اللجنة، هل هناك أيضا مراجعة؟ لأن في الأمور تطور في الحياة أيضا فيما يتعلق بالنسب، يعني بعض الأحيان نحن مع تزايد السكاني، مع أيضا الظروف المحيطة بنا، يعني لأن نحن أيضا في كموقع جغرافي، السلطنة كموقع جغرافي جسر مرور أيضا للمادة المخدرة إلى الدول الأخرى، هل هناك الآن مراجعة للإجراءات والقوانين؟ نعم،
قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العماني طبعا اشتمل على جوانب عديدة منها تنظيمية ومنها قد يكون جوانب العقابية والعلاجية والوقائية. من ناحية المواد القانونية طبعا يعتبر القانون مكافحة المخدرات هو قانون شامل ويناسب جميع الحالات، وإن كان هناك بعض الحالات يحتاج لها إلى نوع من التعديل وجاري العمل على عليها من خلال تعديل هذه المواد. أيضا بالنسبة لجداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون، طبعا القانون مكافحة المخدرات العماني المشرع راعى في المرونة في عملية تعديل هذه الجداول سواء كان بالإضافة أو الحذف أو التعديل بالنسبة للمواد المدرجة أو بالنسبة لنسب هذه المواد، لذلك أعطى الصلاحية المطلقة لوزير الصحة في إضافة هذه المواد جديدة أو تعديل منها أو حذف هذه المواد، وهذا ما تم العمل عليه مؤخرا عند إضافة عقارين من ضمن الجداول هو عقار الترمادول ومخدر السبايس بأنواعه المختلفة، حيث تم إدراجه رسميا في الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وأصبح تطبق عليها مواد القانون على حال أي مادة مخدرة أخرى، وهذا ما راح يتم العمل عليه عند ظهور أي مادة مخدرة جديدة مستقبلا، وراح يتم طبعا هذا عن طريق نشر عنه في الصحف وإعلام الجميع حول هذا التعديل في الجداول. طيب فيما يتعلق بكم أنتم دكتورة الطرق العلاجية، طبعا احنا عندنا فيما بعد طرق العلاج يعني، لكن على الأقل نحن قبل ما ندخل في المحور الأخير فيما يتعلق بالإجراءات، هل من الواجب الآن نحن نعيد شوية الحسابات، لأن خاصة لأن الموقع أيضا يعني بالنسبة لنا في السلطنة تعرفين احنا على بحار ومحيطات، ويعني مواجهين لدول أيضا تنتشر فيها هذه وتزرع فيها هذه الآفات المخدرات، يعني هل يتطلب الأمر إعادة النظر في الإجراءات؟ أنا أتوقع هذا يعني أمر لابد منه، خاصة الحدود الجغرافية ما شاء الله في يعني ممتدة، وكذلك طرق التهريب صار فيها تفنن، فلابد من يعني إعادة النظر في الضوابط ويعني تجديد حتى الإجراءات المتخذة من قبل الشرطة ومن رجال القانون، كذلك المجتمع مطالب بحد ذاته يوقف وقفة، كذلك لا يترك الحمل كله على الجهات الحكومية ويقول لك والله نحن نريد بس فقط خدمات، كذلك المجتمع مسؤول، يعني في مثل ما ذكر النقيب سليمان أن في الخط الساخن اللي هو 1444، يعني أي شخص يعني كواجب وطني أنه فعلا يبادر إذا كان في عنده في مثلا ماشي في الشارع وشاف في اشتباه يبلغ، اذا حس في منطقته او حتى في الحاره اللي جالس فيها اشتباه يبلغ، يعني يكون مسؤول كذلك من هذا الموضوع، فانا يعني اتفق انه لابد من تعاون الجميع في هذا الموضوع. والحقيقه انا ارى بعض الاحيان هناك تستر من المجتمع عندما في مجتمع ما يرون يعني هناك من يتعاطى، ويعني شباب في بدايات عمرهم، يعني انا سالت الشباب انه اذا كان في تحول لابد ان الاسره يعني تنتبه، المجتمع لازم ينتبه، زمان يعني كانت يعني المجتمع كله يربي، يعني المسجد يربي والأسرة تربي والجار يربي وابن العم والعم، لكن هذا للأسف الشديد يعني كل واحد يقول والله ما لك أنت ما مسؤول عن أولادي، يعني وللأسف في نهاية الأمر تكون الأمور بهذه الطريقة. على كل حال يعني نحن نذهب إلى المحور الثالث مباشرة وهو طرق العلاج وأبرز الحلول للقضاء على آفة المخدرات، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد، ونذهب مباشرة إلى المحور الثالث والأخير من هذه الحلقة، وهو طرق العلاج وأبرز الحلول للقضاء على آفة المخدرات. وأذهب إليك عامر مباشرة، ما الذي دفعك للعلاج وكيف بدأت العلاج بالتحديد؟ أنا بديت العلاج لما شفت أنه خلاص أن حياتي إلين وين يعني رحاب أني أكون خلاص، يعني نقطة إيش أقول الصفر، حتى الصفر يمكن أعتبره عدد يعني ما دون الصفر ولا حاجة. قعدت يمكن في لحظة بيني وبين نفسي، وكنت في السجن تحديدا، إيش اللي أنا إيش اللي بقالي يعني أساسا شغلي وخسرته ودراس وشهادتي معلقينها في الجدار دون أي فائدة، أهلي جزاهم الله ألف خير لكن يعني تعبوا مني، صحتي فقدت صحتي صراحة، جاني مرض اللي هو الكبد الوبائي جراء الإدمان، سمعتي نفس الحاجة، دخلت في قضايا كنت عمري ما تصورت نفسي إني راح أوصلها يعني مثل السرقة ضرب أي حاجة. فهناك قررت إني خلاص، مع إني كنت يعني حاولت إني أتعالج عدة مرات قبل لكن فشلت، لكن الحمد لله رب العالمين آخر مرة توجهت للمستشفى، مستشفى المسرب تحديد، الحمد لله رب العالمين هذه المرة كانت يعني النية كانت موجودة، نية صادقة لإيجاد عامر نفسه يعني. الحمد لله رب العالمين دخلت العلاج وكملت مرحلة اللي هي طرد السموم، دخلت لمرحلة إعادة تأهيل. في مرحلة إعادة تأهيل التقيت بالدكتورة أميرة جزاها الله ألف خير، هي كملت معي العلاج وكانت مشرفة على حالتي وهيئتني إني أكمل علاجي في دولة برا. يسرت لي الأمور الحمد لله رب العالمين، ورحت وفعلا خلصت علاجي في مستشفى المسرف قسم التأهيل، كملت فيها تقريبا 60 يوم. بعدها رحت الدولة الخليجية، الحمد لله رب العالمين كملت فوق 7 شهور، خذيت منها دورات علاج إدمان، عرفت نفسي يعني في دورة العلاج صراحة استفدت كثير كثير جدا. يعني كنت يمكن طوال السنوات التعاطي كلها كنت ألوم الآخرين أو في فترة من الفترات كنت ألوم نفسي فيها، لكن الدورة اللي خذيتها فعلا اكتشفت أنه مثل ما قلت لك في بداية اللقاء أن هذه الصفات كانت موجودة أساسا من الأول، لكن في أشخاص اللي هم أثاروها اللي أنا كنت واحد منهم اللي أثرتها وحولتها للإدمان، بينما أشخاص ثانيين اتجهوا الطريق الصحيح اللي هي الرياضة، مشاركة، مخالطة المجتمع. الحمد لله رب العالمين هم من الناس الناجحين اليوم الحمد لله رب العالمين. طيب عندما ذهبت إلى مستشفى المسرة أول مرة وقررت العلاج، هل يعني الاستقبال المستشفى لك يعني الأمور ميسرة فيما يتعلق بالعلاج؟ العلاج طبعا أنا خذيت موعد للعلاج ودخلت فترة العلاج ومرحلة طرد السموم، الحمد لله يعني أنا شاكر لهم إن كان علاجهم كان على قدر الإمكانيات اللي كانت موجودة، هم طبعا اليوم أطور يعني وأحسن من الفترة اللي أنا كنت فيها من ناحية الكوادر اللي قاعد تشتغل معاهم اليوم، في يعني صار زيادة في الأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين والأطباء والجلسات والرياضة وكل حاجة، يعني هذا كان كل حاجة كانت تصب في دور المدمن، والحمد لله يعني فادتني في العلاج كثير كثير جدا. يعني الآن أنت من بعد فترة العلاج والحمد لله والتعافي من الإدمان الحمد لله، هل تستطيع أن تعالج شباب من أمثالك؟ يعني هل عندك القدرة في معالجتهم ويعني تجلس معهم جلسات نفس الجلسات اللي جلسوها معك في 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 الخارج وداخل مستشفى المسرة؟ من ناحية جلسات كدعم أني يعني أشجعهم معنويا نعم عندي إمكانية، لكن مثل ما تعرف أنواع أشياء الطبية مثلا العلاجيه هذه الناس لكل شخص مجاله يعني، لكن الحمد لله عندي دوره في مجال العلاج الادمان ومرشد ادمان، فعندي اساليب وعندي الطرق الحمد لله اللي تعلمتها واكتسبتها من خلال تجربتي الشخصيه ومن خلال تجرب مشاركتي ومعاشره المدمنين زملائي الاخوان الثانيين، الحمد لله اكتسبت منهم خبرات كثيره يعني، وهي اللي قاعد مخلتني مستمر الحمد لله لين اليوم بدون تعاطي. يعني عندك استعداد انك تنضم الى احدى الجمعيات الخاصه بمكافحه المخدرات؟ اكيد كل استعداد. جيد احمد، يعني من الملاحظ ان بعض الشباب
يذهبون مثلا إلى السجن يراجعون أنفسهم، في نفس الوقت يذهبون بعد السجن إلى 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 العلاج، ثم يعني تصير عندهم انتكاسة يعودون إلى المخدرات من جديد، ما هي الأسباب؟ أنا أتكلم كتجربة شخصية. أنا رحت عدة مصحات في عدة دول، مثل ما قال أخوي عامر أن أول شيء يكون مرحلة إزالة السموم، بعدين تكون مرحلة التأهيل. التأهيل يعرفوك أنت من، يعرفوك عن مرضك، ويعلموك كيف تحاصره وكيف تقدر أنك تسوي على أساس أنك ما تتعاطى. فأنت تطلع من هناك أوريدي مهيئ، تبقى الباقي يبقى عليك. أنه لازم، أنا عن نفسي أتكلم، يعني ما كنت أطبق هذه المفاهيم، كنت أكرر نفس الأخطاء، أروح عند نفس الأشخاص ونفس الأماكن اللي كنت أجلس فيها على أساس أنه ما في ناس متعافين وهذيل أصدقائي والمجتمع ما يتقبلني، فما دام أني أروح معاهم 100% راح أتعاطى، لأن أنا ضعيف قدام هذا الشيء. فأول مرة في حياتي أن أطبق المفاهيم اللي علموني إياها في التأهيل، أنا أطبقها في حياتي اليومية. وهي هني مربط الفرس. لازم التطبيق التطبيق التطبيق، الأشخاص، الأماكن، الأدوات، هذه ثلاث أشياء مرتبطة مع بعض، لأن الأدوات تكون مع الأشخاص والأشخاص تكون مع الأماكن. المخدر ما يجي يطير لين عندك، أنت تروح له. فأنت المفروض الواحد، الشخص، أنا أتكلم عن نفسي، الواحد ما يخلي نفسه في هالموقف، لأنه هو ضعيف قدام هذه المادة. الجسم متعود على هذه المادة سنين، الجسم يحب هذه المادة لأنه تعود عليها. هذا الفيزيكلي يقول لك، يعني آلي، ما أدري كيف أشرحها بالعربي، بس إنه الجسم تعود عليها، فمجرد إنه يشوفها، أنا أتكلم إنه أحس في حساسية مدمن تجاه هذه المادة، في حساسية يحبها يعني. فمفروض ما يخلي نفسه في هالموقف وما يجامل على حساب نفسه. أنا الحين ما أجامل على حساب نفسي، لأن خلينا نكون نتكلم بواقعية شوية، إن نحن عايشين في مجتمع هذا المخدر فيه موجود. أنا عايش في منطقة يعني منتشر فيها المخدر بكثرة، بس الحين أعرف أتعامل مع هذه المواقف، ما أجامل على حساب نفسي، أشوف ناس نشيطين قدامي، سلام ما أسلم عليهم، ما عشان إني أنا بطران وأنا فيني غرور، لا، لأن مجرد وقفتي مع هذا الشخص، أخذ حوار، أخذ وعطى معه، هذا الشيء راح يخلي هو راح يسحبني، ما أنا راح أسحبه، لأن أنا إنسان مريض، لازم أقتنع أن أنا إنسان مريض، لازم أستسلم وأرفع الراية البيضاء أن هذا الشيء أنا ما أقدر له. وأعيد وأكرر وأقول أنه ما يصير أني أكرر نفس الأخطاء وأتوقع نتيجة ثانية. وأنا لا أستطيع، عندي مبدأ في الحياة يقول عيش اليوم بيومه، عيش اللحظة، لأن اللي راح راح، واللي جاي في علم الغيب، فما أقدر أغير اللي راح، أحاول أقدر اللي أغير عليه، واللي ما واللي ما يتغير لازم أتقبل هذا الشيء، أعيش اليوم بيومه، بكرة خير إذا الله أعطاني عمر وفتحت عيني بكرة الصباح شفت عمري إني عايش، أطبق نفس المبدأ لليوم فقط. ولكن ولكن, ولكن أحمد، أنت تستقرأ المستقبل الآن، أنت تشتغل صح؟ نعم تشتغل، بالتالي تستقرأ المستقبل، بمعنى أنك تريد في يوم من الأيام توصل إلى شيء معين في وظيفتك إلى آخره، تتطور، تساعد أهلك، تبني لك أسرة، يكون عندك أولاد، يعني هذا الشيء أيضا في بالك، ما كذاك؟ نعم صحيح. جيد. طيب دكتور أحمد، ذكر مجموعة من الأشياء المهمة في الحقيقة، المجتمع وعدم تقبله، الأسرة، الأشخاص، الأدوات، الأماكن، كلها يعني مسببات في انتكاسة الشباب المدمن يعني. طيب كيف نستطيع إيجاد حلول فيما يتعلق بهذه المسائل؟ المجتمع كيف نستطيع أن احنا نوعي، نقول إن هذا الشخص مريض، ساعدوه؟ نبدأ مثل ما عملنا الآن اليوم في هذه الحلقة، نتكلم عن موضوع المخدرات، ولازم في استفاضة في التوعية من فترة لأخرى، يعني لابد من عمل برامج توعوية يشرحون إيش العلامات الدالة على التعاطي، كيف الأسرة تتعرف على المتعاطي، إيش التغيرات اللي يمر فيها المدمن سواء نفسيا أو حتى جسديا، هذه كلها إشارات الأسرة ممكن يعني تكون مؤشرات خطر تلحق الشخص في البداية قبل ما يستفحل الأمر وتصير المشكلة صعبة وتصير عليها عبء يعني صحي وعبء كذلك اقتصادي على الأسرة. فيعني من بين الأشياء اللي ممكن احنا يعني المفروض نركز عليه في الوقت الراهن هي التوعية في المدارس، لابد من عمل محاضرات في المدارس، كذلك الفرق التوعوية وكذلك الجمعيات مثل عندنا كجمعية الحياة وكذلك الفرق التوعوية الهادفة تكثف في جهودها في التوعية عن طريق مثلا يعني التصدي للأسباب، مثلا إذا في الفراغ
نحاول نعمل فعاليات اللي هي شغل وقت الفراغ، مثلا العاب رياضيه، مسابقات، اذا مثلا الاسباب مثلا في مثلا سوء الرفقه نحاول نعلم الشباب ان تصاحب الاخيار، اذا كان مثلا في ضعف الوازع الديني نشجع الاسر ان العوده الى الدين، وكذلك التركيز على الحوار. عندنا مشكله ان الاسر الان مع التكنولوجيا والثوره العلميه اللي صارت والتطور ما صار حد يكلم حد، كان كل الناس تتكلم بالواتساب، صحيح، فما حد عنده وقت يكلم حد، صحيح، فالحوار بدا صار يعني شبه يعني والابناء يحتاجوا الى الحوار، نعم. فالشاب اذا او الشابه اذا عندها مشاكل عاطفيه، مثلا عندها علاقه مثلا او مثلا فشلت العلاقه، او الشاب مقبل على علاقه او فشل في علاقه، او عنده مشاكل بين وبين يعني مثلا في العمل، في المدرسه، في الجامعه، في الكليه، ما في مجال الحوار، فالشاب ايش يسوي؟ يحاول قدر الامكان يشوف اقرب وسيله اللي هي التعاطي، الاستخدام، لانها سهله وبسيطه، بس ما يعرف انها مدمرة. نتيجتها يعني نتيجة مدمرة. نعم. فالآن يعني أحس الكثير ركز عليه الحوار، الأسر لازم ترجع، وكذلك دور الجيران، وكذلك دور المجتمع في التعاضد مرة ثانية، وما كل واحد يقول والله الحمد لله بيتنا نظيف. نحن كثير نسمعها من الأسر، الحمد لله أنا بيتنا نظيف ما عندي حد يتعاطي، لكن في نهاية الأمر قد يأتي شخص، أنت معرض للخطر، صحيح، إذا ما اليوم بكرة، إذا ما بكرة في الجيل القادم، صحيح. فأنت لا، أنت ما في منأى عن هذا الخطر، فعلى الأسر أن فعلا تتكاتف، وكذلك باب الحوار يفتح. كذلك بالنسبة للشاب المدمن، نحن عرفناه في البداية أنه مريض، فالأسر لازم تعرف هذا المصطلح، نحن نشير إليه بالإنسان ونتهمه بأنه مجرم، ونحط كل اللوم عليه وننسى الأسباب الكثيرة اللي أدت إليه. قد تكون الأسرة السبب، الأسرة، قد يكون تفكك، قد يكون في انفصال بين مثلا الأم والأب، قد يكون كذلك أحيانا الأب شديد يعني عنيف وما يفتح مجال الحوار مع الأبناء، فيطلع ضعيف الشخصية ويريد يعني يتغلب على هذا العيب ويروح يستخدم، لأنه قال لك أنك تنسى نفسك وتحس نفسك قوي، فيبدأ الشاب يدخل في مداخل غلط. فإذا الأسرة الآن ما حاولنا نفهمها أن هذا إنسان مريض، وعلى ضوء هذا الكلام نقيسه مثلا بمفهوم بسيط، مثلا اللي عنده ضغط وسكر ايش نسميهم هذيلا؟ مرضى طبعا. مرضى، لكن وضع مختلف هنا، لكن مرض مزمن، صح؟ صحيح. اذا الانسان ما اخذ علاجه ايش يستوي فيه؟ يعني تدخل مضاعفات، تصير امراض مثلا عضويه، مثلا تضخم الكبد، تضخم في الكلى ونحو من الامور. الان هذا الانسان المدمن عرفنا انه مريض، مرض مزمن، معناته الانسان اذا طاح كبوه وانتكس، نحن نسميها انه فقد السيطره على نفسه وارادته ضعفته وانتكس. ما اروح اندد فيه، ما اروح اهدده واطلعه من البيت، اطرده، اقول انت ما منك فايده، وهذا الاشياء وارده. انا بعطيك مثال، جاني شخص في المستشفى وقال انا جيت قبل اسبوعين في العياده، قلت له نعم شفتك قبل اسبوعين، ايش جابك اليوم يعني معنا؟ قال انتكست وجيت الحق نفسي. زين، ايش الاسباب للانتكاسه؟ الشاب يعني مستوى تعليمه ثانويه وما عنده مؤهلات اخرى، حاول انه يقوي ارادته ويتوقف عن التعاطي، فجلس في البيت. فشوف ردة فعل الأسرة، تقول له أنت مثلا الأم تقول له أنت ليش جالس في البيت؟ أنت ما حرمة، اطلع برا وروح دور لك شغل. الآن احنا لازم نفهم الأسرة، مثل ما ذكر الفاضل أحمد وكذلك عامر، أن الشاب لازم يبتعد عن المغريات اللي في المحيط، الأماكن والأشخاص، الأغراض اللي إذا شافها، لأن أحيانا تثير تحرك الإنسان وتغريه وتخليه يستخدم. فإذا الشاب بضعف الإيمان جلس في البيت، نفهم دوافعه ونعرف ان هذا اشاره ان الانسان يريد يكون انسان يعني مستقيم. فمثلا اعطيك هذا المثال، هذا الشاب اضطر يطلع عشان هذا الام اعطته هذا المصطلح ان انت يعني المفروض ما تجلس في البيت ولازم تطلع، راح يشتغل، وحتى في مجال عمل ما كمل اسبوع، عمل بسيط يعني على قده، فحس انه خايف ينتكس لانه بيشوف الاشخاص حوله اللي يستخدمه، فاتصل على اخوه وقال يا اخوي تعال شلني للبيت، قال اخوه انا مشغول ارجع وحدك. فالشاب ما عرف يقول له انا خاف امشي في الشارع واشوف فلان وفلان. مثل ما قال احمد يعني عنده الاستعداد انه ممكن يعني ياخذ مثل هذه المواد. وهذا اللي صار، الشاب لما رجع للبيت مره مرتين بعد يومين ثلاثة ايام على العمل روحه ورده، شاف المغريات مره ثانيه قدامه اللي هو صاحب السوء. والمروجين طبعا اكيد موجودين. نعم، يترصدوا له بالمرصاد هذه له، فتخيل الشاب انتكس، لكن رجع مره ثانيه، وانا اعطيه فعلا يعني الشكر لانه حاول يلحق نفسه. الان نوصل لنقطه ان الاسره يعني ما فقط التنديد، حتى لازم تفهم الشاب ليش عمل كذا، ولازم تساله انت ليش ما تبي تطلع؟
تفهم منه، يقول له والله انا خاف اشوف فلان وفلان. لان نحن ايضا يعني. ايضا الدكتوره يعني بعض الاسر يعني مستواها التعليمي ايضا ما كبير، وهذا يعني واجبنا نحن الان في الحلقه هذه، وهذا الشيء جديد علينا يعني كمجتمع عماني. يعني نحن المجتمعات التقليديه الحقيقه ما تعرف هذا الشيء، يعني نحن عندنا فعلا يعني هذه مساله عيب وجريمه والى اخره، ويعني من الاشياء الكبيره يعني من الكبائر الحقيقه يعني. فبالتالي من هنا يعني الاسره تصير عندها انتكاسه كامله، يعني الاب والام، يعني انا اعرف بعض الاسر تصير عندهم انتكاسه متكامله لانهم يكونوا اسر اساسا طبيعيه وجيده والى اخره، لها وضع اجتماعي، من ثم يحصل هذا الشيء يحسوا انه ممكن يجيب لهم العار يعني. صحيح. احنا ما ننكر الاسر نسميها اسر مجروحه عاطفيا وعندها الشك يعني في المرتبه الاولى، لكن لازم تعطي الانسان فرصه ما دام يحاول الانسان يرفع من نفسه، يحاول يوقف على قدميه مره ثانيه، والانسان ضعيف يعني بحد ذاته، ولازم ناخذ بيد الانسان ما دام هو يبادر في العلاج. طيب نقيب سليمان، يعني مما ذكر الان وما ذكرته الدكتوره اميره الان، كيف يمكننا مساعده يعني المدمنين والمتعاطين وتقبل المتعاطي ايضا للعلاج قبل ما نحن ننفذ عليه القانون؟ نعم، في البداية أجب أن أشير إلى نقطة معينة، وهي أن الوقاية خير من العلاج. صحيح. ضروري أن نكثف من حملاتنا الوقائية ضد هذه الآفة الخطيرة. ضروري أن ننمي القدرات الإيجابية لدى الأفراد، مهارات رفض الظواهر السلبية، تنمية القيم العمانية السائدة لدى المجتمع. ضروري أن نعود إلى طبيعتنا في هذه القيم. نرفض كل ما هو يتعارض مع دين الإسلام الحنيف، مع قيمنا الاجتماعية. أيضا نتجنب أن نجعل المشاكل الاجتماعية كشماعة للوقوع في هذه الإشكاليات. الحاصل أسف شديد أن كل شخص تحصل عنده مشكلة اجتماعية قال شماعتي أن أنا أرتكب مخالفة منظمة تعاطي المواد المخدرة. يجب أن نشجع الشباب على الابتعاد عن هذا النوع من الأساليب السلبية، وهي جعل المشاكل كشماعة لتعاطي المواد المخدرة. الشيء الآخر، القانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العماني نظر إلى متعاطي المواد المخدرة أثناء تقدمه بطلب العلاج هو مريض استحق العلاج، وبالتالي ولا يطبق عليه القانون. نعم، وبالتالي أوجب القانون تقديم طلب المساعدة لهذا المريض وتوقف الملاحقة الجزائية تجاهه. لا سيما وان القانون تطرق ايضا ليس فقط المدمن نفسه، وانما يشمل ايضا ولي امره او الزوج او الزوجه، حتى الاقارب الدرجه الثانيه بامكانهم ان يتقدموا بطلب العلاج للسلطات العامه، سواء كان كشرطه مناطق سلطانيه، وزاره الصحه، او كل ما يطلق عليه كسلطات عامه بامكانهم التقدم اليهم بطلب العلاج. القانون اعطاهم فرصه وهي عدم الملاحقة الجزائية. وبالتالي العلاج في هذه الحالة مضمون لهؤلاء الأشخاص. الإخوان في مستشفى المسرة قائمين بهذا الدور على أكمل وجه. كذلك اللجنة الوطنية تنفذ العديد من البرامج التوعوية في هذا المجال، سواء كانت على شكل ورش عمل أو على شكل محاضرات توعوية تلقى في جميع المحافل وجميع المؤسسات، سواء كان مدارس أو جامعات. كذلك أيضا الشباب اللي مروا بهذه المرحلة، مرحلة الإدمان، وتعافوا منها، هناك أيضا ورش عمل تعقد لهم حتى يكونوا فاعلين وناشطين في مجال التوعية. لا ننسى أهمية ثقافة توعية الأقران بهذا الشيء، ضروري جدا في حل هذه المشكلة. في النهاية أن هذه المشكلة تستوجب تكاتف جميع الجهود، سواء كان جهود حكومية أو جهود محلية لتصدي لها. لا شك أن الأسرة في المقام الأول هي صاحبة المبادرة الأولى أو المبادرة الأولى الوقوف تجاه هذه الآفة الخطيرة. يجب أن تكون عندنا وعي أن هذه المشكلة تحصل في أي بيت. لازم يكون عندنا وعي كيفية التعامل مع هذه المشكلة وعدم تستر عليها، لأن اللي فاقوا المشكلة هو تستر على هذه المشكلة. صحيح. وبالتالي يجب أن نبادر لإيجاد الحلول، التنسيق مع المختصين. وأحب أن أطمن الجميع بأن القانون ضمن السرية التامة
لكمية الإجراءات تتخذ تجاه هذا الشخص، سواء كان من خلال الشيخ عمان السلطاني أو من خلال اللجنة الوطنية أو كذلك من خلال وزارة الصحة، هو العلاج المدمن. والقانون أوجب تقديم جميع المساعدات الممكنة لهذا الشخص. نحن طبعا في نهاية الحلقة، وأريد يعني كلمة أخيرة من عامر ومن أحمد، إيش تنصحون الشباب؟ عامر، بماذا تنصح الشباب؟ أنا أنصح كل مدمن ما زال يعاني أو بعد ما حصل نفسه ما حصل طريقة، إنه يقعد دقيقة يعني مع نفسه، لأن الشخص يقدر يكذب على أي شخص ثاني إلا نفسه، ما يقدر يكذب عليه. صحيح. يقعد مع نفسه ويسأل ويشوف يشوف نفسه وين يريد يكون بعد سنة أو سنتين أو عشر إذا الله أعطاه عمر، إيش الهدف اللي هو ناوي له؟ يعني يريد يشوف نفسه في السجن أو مريض بأمراض عياذ بالله منها، أو إنه يتمنى يعني الله لا قدر إنه يندفن. هذا طبعاً نحن ما نتمناه، ما أتمنى أشوف أي مدمن أو أي أخ ما زال يعاني إنه تكون هذه نهايته. فأتوقع أن هذا الوقت اللي مفروض أنه هو يقول هذه نقطة، آخر سطر، أبدأ سطر جديد، أبدأ حياتي من جديد، وفي أمل. أحمد، والدولة ما مقصرة صراحة، عذرا يعني عن المقاطعة، الدولة ما مقصرة وفينا الخير. وأذكر الأهالي بس، لا تفقدوا السيطرة، لا تفقدوا الأمل يعني مع عند أولادكم. ذكروهم هم صغار، لما كنتوا تمشوهم أو تعلموهم المشي كان يطيحوا مرة ومرتين وعشر وعشرين، لكن كنتوا بعدكم تمسكوا بأيديهم وتعلموهم لين ما يوقفوا ويمشوا برجولهم. هذيل بعدهم لا زالوا أولادكم، نحن كنا أولاد عمان. نتمنى من المجتمع، نتمنى من الأهالي إنه يوقفوا معانا، الحمد لله في تقبل، نطمح، نحن نطمع للمزيد. هذا رسالة وجهها للأهالي طبعا. شكرا. أحمد، أنت إيش تقول؟ أنا أحب أقول إني أنا لو مهما تكلمت أو نصحت ما أعتقد إني أقدر أقنع أو أغير أي شخص. الرغبة لازم تجي من الشخص بنفسه. بس أقدر أقول شيء واحد لأي إنه أي إنسان جالس يعاني وتعب من حياة الإدمان، إنه في حل وأمل لحياة أفضل، وأنا مثال حي قدامك. مثل ما أنا قدرت أنت تقدر. هو صعب بس ما مستحيل، نحن موجودين مستعدين نساعدهم. وريحوا قلب أمهاتكم، لأن ما في حد يعاني مثل الأم يعني. ورضى الوالدين من رضى رب العالمين. عندي إيمان يقين إنه إحنا اللي عايشين، اللي هم دخلنا المخدرات وعايشين، الله ما خلانا عايشين عبث. أنا أصدقائي نصهم ماتوا ونصهم في السجن محكومين أحكام اللي 10 اللي 15. ليش أنا ما انسجنت هاي الفترة؟ ليش أنا ما أمت؟ يمكن الله يريدني أكون مثال وقدوة للناس اللي هم في هذا الطريق، إنه في حل. عندي إيمان يقين بهذا الشيء، وأنا موكل أموري رب العالمين، وعندي قوة أعظم مني اللي هي الله باستطاعتها أن تعيدني إلى الصواب. ما دام إني ماسك درب ربي، ابتديت بالدعاء شوي 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 شوي، بديت أصلي. وطبعاً ما أنسى فضل جمعية الحياة، لازم أذكر هذا الشيء، هذه حقيقة والحقيقة تقال. أعضاء مجلس الإدارة جميعاً وعلى رأسهم الدكتورة أميرة، يعني هذا الإنسان احتوتنا صراحةً. إحنا كمدمنين طالعين من ألم وحصلنا حب وحنان من هذه الإنسانة مع أعضاء مجلس الإدارة جميعاً، وسويت لنا فعاليات. واللي أي حد يريد يسأل عنه، ترى أرقامنا موجودة في الجمعية، ممكن يجي في أي وقت، ونحن موجودين للخدمة. أنا ما استحيت، يمكن طولت في الرسالة، بس هذا كلام من قلبي وخاطري يوصل للناس. أنا ما استحيت إنه جيت وتكلمت اليوم في هذا البرنامج، لأن ما عيب الواحد يغلط، العيب إن الواحد يستمر في الغلط. صحيح. وإن الله يمهل ولا يهمل، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب العالمين يقول: وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دعاء الدعاء الدعاء يا ناس. والله يعني الكرامات اللي حصلها الإنسان بعد ما يتعافى، سبحان الله، أنا في فترة بسيطة حصلت كرامات من رب العالمين لا تعد ولا تحصى يعني. الحمد لله. يقول: وعد واحد وهبات كثيرة. واحد يوعد نفسه بس إنه ما يتعاطى، شوف الكرامات اللي حصلها من رب العالمين، لأن هذه فيها جهاد نفس، وجهاد نفس عند رب العالمين أعظم من جهاد في سبيل الله. والمدمنين اللي في السجن الله يشفيهم ويفرج عنهم، والمدمنين اللي جالسين يعانوا الله يشفيهم ويهديهم، والمدمنين المتعافين الله يثبتهم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد عامر، كلام مؤثر حقيقة، كلام غاية في الأهمية، وطبعا علينا نحن كمجتمع وأسر ومؤسسات أن نقف معكم حقيقة، يعني نساعدكم. أنتم اليوم علمتونا أشياء كثيرة، يعني علمتونا كيف نتعامل فعلا مع الشخص المريض، علمتونا أنه نقف معكم، علمتونا أن نحن كمجتمع كيف نرجع كما قال النقيب سليمان المجتمع العماني المتحاب، وإن شاء الله نحارب هذه الآفة. نقول لكم من الآن ونقول للشباب أيضا كما قلت يا أحمد ويا عامر أن نحن أيضا وسائل الإعلام المختلفة تحت أمركم، الإذاعة والتلفزيون، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تحت أمركم، ونقدم لكم كل البرامج دكتورة نقيب سليمان، يعني نقدم لكم كل البرامج التي تحتاجون إليها، ونقول لكم هذا وعد مننا يعني، ومن خلال هذا البرنامج أيضا تحت أمركم في, في, في أي وقت. حقيقة يعني اليوم هذول الشباب علمونا شيء جديد ما كنا نعرفه الحقيقة. يعني إذا تسمح لي بس مداخلة بسيطة، أنا يشرفني أفتخر بالمتعافين، المدمنين المتعافين معي بالجمعية ما شاء الله في ازدياد، فيهم الخير والبركة، هذا اللي أنا تفائلت فيهم. وأنا صراحة يشرفني أقول لهم أنهم ألماس الجمعية ما شاء الله، يعني مهما انخدش ومهما الظروف اللي حولهم كانت صعبة لكن لا زالوا يعني متماسكين ومسقولين، يعني مهما كان ما شاء الله عليهم. ونحن نحن في الحقيقة نفتخر فيهم يعني وعلى أدائهم يعني. نعم في نهاية هو بالفعل يعني، والشباب بناء على ما أدلوا فيه بهذه الحلقة دليل أن الحل موجود ودائما موجود الحل. المهم أن لا نفقد الأمل في وجود هذا الحل، تكون العزيمة والإيجابية موجودة لدى الشخص مهما ساءت الظروف وإرادة الجميع يعني. نعم. وإرادة الجميع. نعم. وهم خير مثال يعني. نعم. ما شاء الله. طبعا. نقيب سليمان شكرا جزيلا لك. دكتورة أميرة ألف شكر لك، وألف شكر لك يا أحمد ويا عامر على يعني هذا الدرس اللي قدمتوه لنا وللمجتمع. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، في الأسبوع القادم نلتقي مع موضوع آخر. تحية لكم وفي أمان الله.